بعد الميناء الفينيقي بميناء الحصن، اليوم أو المرفأ الفينيقي بميناء الحصن أجا دور منزل الكاتب أمين معلوف، اللي هو غني عن التعريف إن كان بلبنان أو بكل العالم الفرنكوفوني، واللي لا دون أدنى شك رفع اسم اللبنانيين عاليا. بعض الأحيان ما بيكون نحن بحاجة لقناطر قديمة ولا أثارات كتير مهمة، بكفي الفالور مورال أو القيمة المعنوية لأي منزل أو أي مكان لحتى نحافظ عليه ونخليه كذكرى وكمثال لكل الأجيال القادمة. اليوم لنحكي عن الجريمة اللي صارت بمنطقة بادارو بتدمير منزل الكاتب أمين معروف. ضيفنا هو دكتور ناجي كرم، وهو أستاذ الأثار بالجامعة الأثار الفينيقية بالجامعة اللبنانية ورئيس سابق لقسم الفنون والأثار في الجامعة اللبنانية. صباح الخير. صباح النور دكتور ناجي. بعرف من الـ يعني التكست اللي كتبته قديش هالموضوع عم بيزعجك وقديش ضايقك وقديه حاسس انه ابسورد او قديه في غباء بهالقرار. اكثر من في غباء، في اجرام. يعني اذا كان غباء مصيبه واذا كان اجرام بحق التراث المصيبه اكبر. بالحالتين النتيجه ذاتها يعني تراثنا عم يتدمر ويتخرب على ايد المسؤولين انه يحموه. يعني انا وقت بفكر بطالبان افغانستان دمروا التماثيل البوذيين، هوديك اللي اسباب عقائديه وتعصب وجهل دمروا اثار ما بتنتمي لحضارتهم. باليوم المتخلفين بشمال مالي عم بدمروا جوامع تاريخية لأن بتحمل أسماء أشخاص هن مش راضين عنها. بس هودي منن مكلفين حماية تراثهم. نحن وزارة الثقافة مكلفة باسم الشعب اللبناني حماية التراث اللبناني، وهي عم بتدمر. هون الكارثة الكبرى. إذا ما نحكي بروسيدور، عادة شو اللي بيصير؟ عادة إذا بده يكون في تدمير لمبنى قديم أو أثري بيتاخذ إذن من وزارة الثقافة وبلدية بيروت بتعطي الإذن بالهدم. ليش اليوم صدر تقريرين وصار في يعني رفض أول شيء للهدم، رجع صار في قبول للهدم؟ شو اللي صار برأيك؟ شتت الدنيا يمكن على البيت، لأنه بحزيران في بين الصور حاطط أنا القرار اللي طلعوا الوزير ذاته مصنفه على أساس له ميزات هندسية وشهيد على أحداث من تاريخ لبنان وبيروت. يعني هلأ تفاجأة نسيوا أمين معلوف ونسيوا الميزات الهندسية خلال كم شهر وطلع قرار بتخريبه بتدميره. اللي صار يعني هيدي لحالة حتى لو ما تم تهديمه بعد، هيدي لحالة فضيحة. معلوم صح؟ معلوم. يعني تغيير القرار من بظرف أشهر، هيدا مش أول مرة. يعني لسوء الحظ لسوء الحظ مع الوزير الحالي مش أول مرة بتصير. بل المينا الفينيقي كمان كان مصنف كسر له قراره، المدرج الروماني مصنف وكسر القرارات وبده يبيعه للقطاع الخاص. هلا في محاكم مشان هيك المشروع موقف المدرج الروماني، وعم بيكذبوا على العالم وعم بيضحكوا على العالم بتعابير هيك اللي ما مش مطلع جدا يمكن يصدق، بس ما بيضحك على كل الناس وعلى المثقفين. طيب بنفس الوقت يعني أكثرية الشعب اللبناني ملهي بأمور تانية، يعني ويلو أثار العاصفة ويلو أسعار النفط والحالة الاقتصادية المزي. يعني بيكون هيدا لوكس إذا بده يهتم ببيت أمين معلوف اليوم. اللي لوكس لأن في جهل، في جهل وفي تعب، في تعب من الضغط الموجود عليه اليوم المثقفين اللي عم يتابعوا هالموضوع أكثر. لأن نحن مؤمنين أنه الثقافة هي اللي بتشد الوطن للتطور مش المال. طبعا. ومؤمنين انه لبنان له دور ثقافي يلعبه، بس الخطر انه عم نفضي بيروت من مزاياها الثقافيه. اليوم امين معلوف مش من مكان، انا شخصيا بعتبر امين معلوف وبكره التاريخ بيقولها بمستوى جبران خليل جبران. مش لعبه امين معلوف، انتخب من قبل اهم رجالات 39 رجل فكر من الاهم بالعالم، ان اختاروه يكون بيناتهم عضو منهم بين الأربعين الخالدين لاهتمام بشؤون اللغة الفرنسية بلبنان بفرنسا والعالم. عم نشوفها على الشاشة البيت قبل التدمير. نعم. اليوم الوزير ليون مين هو تيمحي آثار شخصية بأهمية آثار معلوف منيق أمين معلوف ببيروت بأي حق؟ أنا شخصيا ما عاد فيي أحكي إلا بفساد.
طبعا يعني ما بتتفسر غير هيك، ما لها تفسيرات. ما في المصلحة الوطنية فرجينا اياها، مصلحة بيروت يفرجونا اياها، ما حدا يقدر احكي الا بفسد. مشان هيك انا طالبت سابقا بعدة مقالات وبرجع بكرر انه يعملوا لجنة تحقيق برلمانية، من حقنا ومن حق كل مواطن لبناني انه يعرف شو عم بيصير. لجنة التحقيق عادة اللجان هي يعني بتكون مقبرة للمشاكل اللي بتصير، لأنه عم يضغط على القضاء في تحقيقات تفتيش. وأنا بعرف لأن تفتيش تصل فيه طلب خبرتي، وفي تحقيق قضائي ومعي خبر وعندي وثائق. طيب ليش مش بس عم يضغط الوزير لحتى يأخر هالتحقيقات ويطمس الفضايح على نطلع من هال السيركل الضيق اللي حطه الوزير حواليه وعم بيخرب فيه الأثار؟ مفروض لجنة برلمانية، وإلا لا نحن يمكن هلأ بالنسبة للبول فيني على القليلة نلتجي للقضاء الألماني تنشوف هيدا الألماني بأي حق عمل تقريره بهالطريقة هيدي وخالف تقارير عشرات العلماء اللبنانيين والأجانب. لنرجع لبيت أمين معلوف. اليوم يقال أنه الأثرات الهندسية الموجودة منها الأثرات المهمة للحفاظ عليها، وأنه إذا ما نحكي عن القيمة المعنوية أمين معلوف بالنهاية ما عاش فعليا بهذا البيت. شو رأيك دكتور؟ بلا عايش بالبيت أول شغلة. تاني شغلة شو قيمة الأثار؟ بين صوري هون في حيط لطاحون بكندا، حيط مش طاحون من مطلع القرن العشرين 1900، وفي توربين لتوليد الكهرباء من 1904 زرتهم أنا السنة، محافظين عليهم عاملين لجنة للحفاظ عليها وترميمها لحتى يفتحوها للسياح، عمرها أقل من 110 سنة أو 115 سنة. شو القيمة المعنوية بنظرك لبيت أمين معلوف لو بقي؟ إنه عايش فيه أمين معلوف وإله قيمة هندسية، إله قيمة، هن قايلين بتقريرهم الأول إنه إله قيمة هندسية وإله طابع هندسي مميز جدا وقريب من المتحف، يعني بيقدر يخلقوا جو، في بنايات حلوه حد منه كان بيقدر يتحول مركز ثقافي على اسم امين معلوف. يعني شغله كثير خطيره اللي صارت. طب اليوم بيت امين معلوف بعد فتره كمان بيصير في مثل المينا الفينيقي ومثل مسرح الانجابي شمال ومثل البيوت الاثريه القديمه بمنطقه جميزي ومرم خايل اللي تم تدميرها، عمروا محلها بنايه جديده وانتست. ما هي الكارثة انه فرغوا عم بيروت من وجه ثقافي، وبيروت تاريخيا هي وجه ثقافي، مركز ثقافي، بلاك تور نوت للثقافة بالتاريخ القديم وبالتاريخ الحديث. كلنا بنعرف، انتم يمكن صغار بالعمر، نحن بنعرف قديش كان دور بيروت مهم. هي احلى جملة سمعتها اليوم، انتم صغار بالعمر. قديش دور طبعا هذا دور، دور ثقافي كثير. دكتور كرم، مش لازم ينعمل شيء على المدى البعيد؟ يعني نحن منفوع بس تصير الموضوع وبنحكي فيه وبنصرخ، بس بعدين العالم بتنسى. انا عم طالب بثلاث اشياء، بيطلع بكره بنايه جديده بيشتروا فيها الناس بيسكنوا وبينسوا. مشان هيك انا بمقالاتي نزل لي عده مقالات، عم اول شغله نبلش بالحل هلا اقاله الوزير ليون، هيدا خطر على التراث، ضروري اقالته هيدا على السريع. ثاني شغله توقيف الشركه الخاصه اللي عم بتخرب اثار بيروت، في شركه خاصه بمعلوماتكم هي عم تقوم بالحفريات ببيروت وهي عم بتكب على البحر بدون اي عقد مع مديريه الاثار وبدون اي عقد مع الانتربرنور. شركه وحده محتكره كل شيء، وفي فضايح ماليه هائله. الحفريه اللي بتكلف 10,000 دولار عم ياخذوا عليها 90 و100 الف دولار، وعندنا الوثائق فينا نثبتها. هيدي الشغله الثانيه. الشغله الثالثه على المدى البعيد انا طلبت وبرجع بطالب، غير طبعا التحقيق البرلماني، يكون في مجلس اعلى الاثار او مجلس امناء بتمثل فيه الجامعات الكبرى. هي هالمجلس يكون مسؤول عن تقرير مصير الاثار، اذا بتبقى بتنحفر او ما بتبقى. مش شخص واحد بيجي بيغرق بشيء معين بيكسر قرار هو اخده، يعني كان اخذ قرار من 6 أشهر هلا غير. انا ما بقدر اتصور الا انه في فساد بالعمل. مين رح يدعمك اليوم بهالمطالب اللي عم تطلبها دكتور كرم؟ هلا لسوء الحظ بس المثقفين، والمثقفين تعرفي خارج القرار. بس المثقفين منهم قليل، المثقفين واللي بيعرفوا القيم المعنويه خارج القرار السياسي. شو بينعمل اذا واحد كان خارج القرار السياسي؟ بيستسلم؟ لا، اكبر دليل انه بعدنا عم نكتب وعم نتعرض للتهديد. طب في تجمع ناويين تعملوه يمكن بمكان
المنزل المهدم، في حملة إعلامية حابين تعملوها، في مقابلات مع أشخاص مسؤولين للطالبوا بإقالة الوزير إذا هذه مطالبة الخاصة فيكم. الحملة الإعلامية ماشيين فيها، بس المشكلة أنه في عم يضغط الوزير على الطالب وعلى الناس على وسائل الإعلام. يعني بديسمبر أنا رحت كان الأول رحت أعطي محاضرة بباريس بدعوة من يونسكو وجمعية لبنانية بباريس، اتصل بالبعث اللبناني الوزير بهدلهم وسبهم، كيف سمحوا لي انه انا اروح اعطي محاضره باليونسكو؟ ليه؟ لانه سياسيا ما بيتفق معك؟ لا بالعكس، انا اذا سياسيا انا برضو انا بالتيار، انا مؤسسي هيئه الاساس الجمعيين بالتيار الوطني الحر، لازم تدي عفوا ماني مستحب هالشغله، لانه ما بده يحكي تحكي عن بس انا انا داخل بالسياسه خدمه وطن مش خدمه لتيار سياسي، انا سياسي عندي خدمه وطن تراث بلادي فوق كل التيارات السياسية. طيب ليه بدي عارض أن تكون عم تعطي محاضرات بباريس؟ لأن كنت عم بحكي عن أثر لبنان وخافوا، هن خافوا بالديليجاسيون أنه أحكي سب الوزير وقوم يلغي لهم العقود تبعهم. بس أنا مش رايح سب الوزير ولا أنتقل الوزير، أنا رايح أدافع عن تراث بلادي، هاللبنانيين برا لازم يعرفوا شو عم بيصير. طب ما زالكم تنتموا لنفس التيار مبدئيا صح؟ مش هيك لازم؟ ليه ما ليه ما بيصير في يعني حديث حول الموضوع؟ أو بدي اقولها معلش، انا من اصحاب الكف النظيف يعني مش ممكن اتفق معهم. معلش فج شوي بس لازم تنقل. شو الخطوات التاليه برايك دكتور ناجي؟ هلا انا برايي هلا نحن بدنا نضل نتحرك اعلاميا وراح نساعد اعلاميا، ويمكن نعمل تحرك بالنسبة للبور الفينيقي مش بالنسبة لبيت أمين معلوف بألمانيا. بدنا نعرف، ما زال مش قادرين نحن اليوم البور الفينيقي شو وضعه اليوم؟ ما خلص بعد كسر. بس نحن عم بعدنا عم نحكي بالبور الفينيقي على أمل نحمي غيره تدارك لل يعني اليوم هلأ دمر بيت أمين معلوف، بكرة يمكن حدا يوشوش له بدينته أنه بيت جبران خليل جبران ببشري بيت قديم منه ما له ميزات هندسية، بيجي واحد يقول له بينعمل مشروع نكسب فيه ملايين دولارات، بيطلع قرار يلغي بيك يدمر بيت جبران خليل جبران ببشري، شو بيمنع؟ يعني صرنا نتوقع كل شيء من هيك فريق عنده حقد، صرنا مقتنعين انه هيدا الزلمة عنده حقد مع الفريق تبعه على التراث اللبناني. عادة أنوية شو بتكون قانونيا، شو بتكون العقوبة لوزير بياخد يعني قرارات من هالنوع تتعارض مع المصلحة الوطنية؟ ما بعرف، بس انا على القليله على القليله هلا يلو يعني قاموا واحد من اهم الوزراء بتاريخ الجمهوريه اللبنانيه من الحكومه اللي هو شرب النحاس، ما سقطت الحكومه ولا خرب لبنان، زعلوا العالم، فهلا يفرحوا العالم ويقيموا واحد من أسوأ الوزراء بتاريخ الجمهوريه اللبنانيه. هو عادة لما يصير فضائح من هالنوع واحد بيستقيل هو شرفيا يعني بيقدم استقالته صح؟ يعني نحن طلبنا بالاستقالة، أنا طلبنا بالاستقالة بس الهيئة أجبن من أنه يستقيل. نحن على القليل عم طالب هلأ المسؤولين أنه يقيلوا رأفة بالتراث، رأفة بهالشعب اللبناني المعطل. أنا المستغربته دكتور كرم أنه لهلأ ما سمعنا صوت أمين معلوف إلا إذا أنا ما تبعت، بس بظن أنه ما عطى رأيه بعد بالموضوع صح؟ أنا ما كمان ما عندي معلومات عن هالموضوع، يبدو أنه ما عطى رأيه وتارك يمكن يكون عم يبكي هلأ بشي زاوية ببيته بفرنسا في دمعة بعينه. شو كان ممكن ينعمل بهالبيت لو بقي كيعني كأثر ممكن ينعمل مركز ثقافي؟ ما بطل في مراكز ثقافية ببيروت، ينعمل مركز ثقافي، ينعمل شغلة يمكن نستشيره هو يشوف المراكز الثقافية، مكتبة، ما بعرف 100 شغلة بنعمل، ميوزي دي بوك يعني ممكن، لأن بنا رغم كل شيء صحيح من البيتون من الأربعينات إله كان ميزات هندسية مميزة يعني بيمثل حقها بهندسية. خلينا نرجع نشوف الصورة نسرين على الشاشة. هو تعمر البيت بالثلاثينات صح؟ بآخر الثلاثينات. وله ميزات هندسية صحيح بالبيتون بس بيمثل حقها بهندسية. بس أنا الأهم شيء فيه إنه بيت أمين معلوف يلي اليوم بأهميته بتوازي أهمية جبران خليل جبران، سعيد عقل وخليل تقي الدين. حتى أنا قريت ما بعرف إذا صحيح إنه كان ملتقى بوقت من الأوقات بالأربعينات والخمسينات لمجموعة يعني ناس كتير من المثقفين وغيرهم اللي كانوا يلتقوا بهالبيت لي يعني معلوم كان ملتقى ثقافي مهم يعملوا دباء وأحاديث حول حول الصحافة. بيت رشد المعلوف، يعني رشد المعلوف كان من أهم الصحفيين بلبنان.
كان مقال لقاله يسقط حكومة ويطلع حكومة. شو مطلوب اليوم من الإعلام؟ نحن شو فينا نعمل دكتور ناجي؟ تكسفوا معنا وما تخضعوا لضغوطات الوزير مهما كانت لحتى نضوي على الجرائم ولحتى بلكي بنصل على القليل نزيحه من الطريق. هلأ مش ضروري ننطر الانتخابات يعني من هلأ لأيار بكون دمر نص تراث لبنان إذا مش أكتر يعني. هلأ ببيروت هو الأهم كمان هالمجلس الأعلى اللي حكيت عنه اللي بيكون مؤلف من يعني من الجامعات كبار الجامعات كبرى الجامعات في بلبنان 5 جامعات كبيرة وأهمهم هلأ هي الجامعة اللبنانية في الأمريكية في البلماند في فيما يخص الآثار بتقصد ايه عندهم تدريس للآثار مناهج بتختص بالآثار طبعا في اليسوعية إذا عمل مجلس أمنا بمثل هالجامعات هو اللي بياخد قرارات بالأبنية التراثية اللي مسموح أنه تتهدم مثلا تجي الرخصة طلب لتدمير بيت أمين معلوف كان هالمجلس هو بيقرر إذا بيتدمر أم لا بس بكون من أهل اختصاص مترفعين إجمالاً هالشخصيات الكبيرة بالجامعات تكون مترفعة عن الماديات ما بيركضوا وراء 2000 دولار و 50 ألف دولار لحتى يرضوا متعهد لا القيمة المعنوية والثقافية بتكون أهم لألهم أكتر من القيمة المادية معلوم بس وقت بيكونوا 10 و 12 واحد كمان ما بعود عملية الرشوة مين من الشخصيات اليوم بلبنان هيك بيخطر على بالك محافظين على بيوتهم غير السيدة فيروز في لجنة جبران محافظة على بيت جبران في أمين الرحيني أمين الرحيني الورثة ورثة أمين الرحيني محافظين على بيته في كتير يمكن ما بيجي على بالي بس أنا زاير كتير بيوت في منهم محافظين عليها هيك مش كمتحف أو شيء بس إكراما لذكرى الشخصية الكبيرة هن عائلته يعني عائلة في خيال على مدى سنين قد ايه بكون صار لها قيمه يعني قيمه ثقافيه مهمه لما بتكتر وبتزيد وبتصير موجوده قد ايه بكون لها قيمه ثقافيه كبيره معلوم يعني هيدي البيوت بتصير محجات ثقافيه وسياحيه بس احنا ظروف لبنان مش عم تسمح مثلا العالم تتعرف على بيت امين الريحاني حتى بيت جبران انا بعرف قليل بزوروه لا اللي بيطلعوا على بشري وعلى على الشمال بيزوروا اجمالا لانه ما في كثير متاحف السياحه ضعيفه بسبب الظروف يعني مش بسبب السياسه السياحيه بس في بيوت بس في هجمه غريبه اجراميه على التراث بالعهود السابقه بس السبب الاول هو الربح المادي السريع من عمار وبيع يعني مش سبب ثاني لانه ذكرت بالبدايه انه في شركه وحده عم تهدم هالاثارات وعم تطمرها بالبحر وغيرها شو يعني مقصود اليوم في معدل موقع اثري ببيروت بالشهر عم ينهد معدل هيدا عندنا وثيق يحسب 70 موقع بخمس سنين نحسبهم بيطلعوا موقع بالشهر مش مكتوب عنهم شيء ولا كلمه علما انه اللي بيعمل حفرية اثرية هيدا عرف عالمي ما بينتقل لموقع تاني الا ما يكون امن دراسة الموقع اللي حفره هيدي الشركة نازلة حفر تخريب وانا بدي اسأل ليش الحفرية اللي بتكلف 10,000 دولار عم تقبض عليها هيدي الشركة 80 و90 و100 الف دولار وليش المتعهد عم يدفع ما عم يدفع رشوة خدوا قد ما بدكم مصاري بس نطفوا الأرض العلاقة مع وزراء الثقافة السابقين كانت أفضل فيما يخص الأثار لا لي شغلة أنا أيام الوزير السابق كنت بلشت طلعت هيدي الشركة يعني وزير وردي أي نعم حضرت ملف وراي عمودية الأثار تقدمه للوزير وقال له هيك عم بصير عمل معروف صحح المسار تفاجأت نهار اللي رحت فرجوني قرار اخذوا الوزير بتعيين لجنة من 6 اختصاصيين بينهم 4 ممثلين لجامعات كبرى تيساعدوا بالقرار بالنسبة للبول فينيقي والمدرج الروماني يعني قري بأفكارك قبل ما تقدم له الفكرة مظبوط ساعتها ضبضبت ملفي ورجعت طمنت بالي لأن شفت الأسماء الأساس الجامعيين أسماء حي أشخاص جديرين بالثقة كان من الناحية العلمية أو من الناحية الأخلاقية سحبت ملفي وفليت بس لسوء الحظ ما طولت الحكومة يعني ما طول أستاذ سليم وردة إجا هيدا لغي اللجنة دغري من دون ما يقول له ميرسي من دون ما يطلع على شو عملته لغيها وعين لجنة من القرايب والرفاق السياسيين
ولسوء الحظ النتائج هلا بينت. دكتور كرم بعد اللي قلته ما في شيء نزيده، شكرا لك، منا رسالتكم وصوتكم وصوتنا. انا بشكركم عم تساعدونا بالحمل الدفاعي. هذا اقل واجبنا انه نحافظ على تراث لبنان. بعد البريك رح نكون مع ستيفاني ومارك بيأكو، خليكم معنا.